صنعاء تعلنها صريحة لا تمديد للهدنة ونجهز لهذا الأمر الكبير تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكد قيادي بارز في حكومة صنعاء اليوم على عدم قبول الحكومة لطلب تمديد الهدنة طالما التحالف السعودي يستمر في خرقها. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان في تصريحات لقناة المسيرة قوله: إننا لسنا مضطرين لتمديد الهدنة طالما لا زالت معاناة الشعب مستمرة، موضحا أن الحديث عن الهدنة أصبح أكبر مما تم تنفيذه منها. وأضاف الرويشان أن التحالف السعودي لم يحرص على الالتزام بما تم الاتفاق على تنفيذه في بنود الهدنة، مشيرا إلى أن خروق قوى العدوان بلغت الآلاف وتم إبلاغ المبعوث الأممي بها مكتوبة أولا بأول. وكان قد أكد في وقت سابق عضو وفد صنعاء التفاوضي عبد الملك العجري على أن أي تمديد للهدنة سيكون على ضوء تقييم المرحلة السابقة وتحسين الشروط الإنسانية. وتسجل حكومة صنعاء خروقات التحالف السعودي للهدنة الإنسانية منذ بدء سريانها مطلع أبريل الماضي. وأفادت وسائل صنعاء الإعلامية بأن قوات التحالف ارتكبت 135 خرقا خلال الساعات الأخيرة. We'll be right back.